يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. ما هو القضيب من أراك؟ عود سواك. وهذا الحديث خرجه مسلم في الصحيح: حتى وإن كان قضيب من أراك مثل عود السواك، دام أن حق أخيك المسلم أخذته منه وأنت متعمد، فانظر إلى هذا الوعيد، فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. وهذا من نصوص الوعيد. وفي اللفظ الآخر: لقي الله عليه غضبان. وهو عود أراك، ما بالك بمن يقتطع أموالا أكثر من هذا، وما بالك من يتعدى على أعراض المسلمين، وما بالك من يتعدى على دماء المسلمين. فحقوق العباد ما يكفرها شيء. حتى الشهيد الذي قتل في سبيل الله، الذي باع نفسه لله، باع نفسه لله، تحط عنه جميع الذنوب إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد، هذه تبقى لأصحابه يوم القيامة. بل حتى المقتول قصاصا، الذي قتل غيره ثم اقتص منه، القصاص إنما هو حق لأولياء الدم، أما حق المقتول يبقى له يوم القيامة. حقوق العباد أمرها عظيم أيها الإخوة، ما يكفره لا الحج ولا حتى الشهادة في سبيل الله ولا أي شيء، تبقى لأصحابها يوم القيامة. القصاص بين الناس يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ومن أعظم الحسرات أن يرى الإنسان أجور أعمال كان يعملها لله من صلاة وزكاة وصيام وحج وصدقات وغير ذلك، تذهب هذه الأجور في موازين غيره بسبب سوء سلوكه وسوء خلقه وتعديه على الناس. ظلم هذا، أكل مال هذا، قذف هذا، سخر من هذا، اغتاب هذا، ثم يوم القيامة توزع حسناته وهو ينظر، توزع على الناس، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار، فيتحسر الحسرات العظيمة. قد يكون إنسان يسابق للخير بالصلاة والصيام والصدقات والزكاة، لكن عنده سوء خلق، عنده جرأة على حقوق العباد، فيأخذون من حسناته وهو ينظر، وهذا من أعظم ما يكون من الحسرة. وإنك لتعجب عندما ترى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل على حساب أحدهم فتجده مليئا بالسباق وبالشتم وبالقذف في الأعراض وبتصنيف الناس وبالوقوع في أعراض أناس هم غافلون، كما قال الله تعالى في شأن المحصنات الغافلات، إنسان غافل يأتي آخر ويقع في عرضه و يقذفه ويسبه ويسخر منه، فهذا ما أعظم مصيبته عندما يلقى ربه عز وجل، فتؤخذ حسناته التي عملها لله وتعطى لهؤلاء الذين وقع في أعراضهم. فهذه قضية من القضايا المهمة التي ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن المسلم وأن لا يغفل عنها، نكون معظما لحرمات العباد.